السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال، لو أنا عندي حائط زجاجي وعايز أضيف باب جوه الحائط الزجاجي، طيب نعمل الموضوع ده إزاي؟ طيب خلينا نبص كده على الريفيت وأقول له إن أنا عايز أرسم حائط أركيتكتشر، وأختار نوعه يكون كيرتن وول. هو التمبليت فيه التلاتة دول، لكن هما التلاتة يعني لو اخترت أي واحدة فيهم تقدر تعرفها لحد ما توصل للتاني، تمام؟ يعني لو اخترت دوت تقدر انت تحط الفواصل بحيث ان انت تقدر توصل للتاني، وتقدر ان انت تضيف مليون بحيث يوصل للتالت. فواحدة بس كفاية، زي كل الحوايط ديت واحدة بس كفاية، وتقدر ان انت تعدل الخصائص بتاعتها بحيث ان انت توصل للتاني. طيب وليكن مثلا اخترنا دوت، وهبدأ ارسم الحوائط بالشكل ده. ده كده حائط زجاجي بدون اي فواصل خالص. هنبدأ احنا نحط الفواصل لحد ما نوصل ان احنا كأن احنا اخترنا تاني واحد. ده الحائط الزجاجي. طيب هاجي هنا اقول له ان انا عايز اضيف كيرتن جريد، واحد اتنين، وعايز اضيف واحد فوق. لو ضفت كده هيبدأ يضيف لي قسمهم لي كلهم، بس انا عايز وان سيجمنت بس اهو بالشكل دوت. طيب عايز اضيف بقى الباب في النص هنا، تمام؟ فهاجي كده واختار الجزء دوت، ماشي، واروح قايل له انا عايز امبن، وابدا اروح مختار الباب اللي موجود. لو انا عندي باب هيظهر معايا هنا. طب ما انا عنديش باب، ابدا احمل الباب. لكن ما تجيش هنا وتقول له دور وتقول له لود فاميلي، كده هيتحمل معاك الباب العادي. احنا عايزين نحمل فاميلي خاصه بالكيرتن وول. طيب يبقى هعمل ايه؟ هاجي اقول له من كومبوننت مثلا انا عايز بليس كومبوننت لود فاميلي واحمل، او اروح لانسيرت واقول له لود فاميلي، فهو هنا بيجيب لي بعض الفاميلي. طيب دلوقتي المشكلة موجودة ان الفاميلي اللي هي 25 مش كاملة. طيب هروح راجع لاوتو ديسك واختار فاميلي من 24 وخليها تعمل ايه؟ ابديت. غالبا بيكون في مشكلة ساعة التصنيف في النت، فحمل البرنامج من غير اللايبراري. فاجي هنا في اللايبراري وهقول له انجلش، وهقول له تقريبا نفس المشكلة. طيب ممكن احمل فاميلي من عندي من على الجهاز. لو ما عندكش على الجهاز تعمل سيرش على النت لحد ما تلاقي الفاميلي اللي انت عايزها. طيب هاجي هنا اقول له ان انا عايز اشوفها الصور بتاعتها، تمام؟ دي اللي بويب، ممكن تلاقي مثلا حاجة بالشكل دوت، بس احنا لازم نختارها تكون مكتوب فيها كلمة كيرتن وول، تمام؟ طيب يعني ممكن يكون باب الزجاج لكن هو مش كيرتن وول، فمش هيبقى مناسب لينا. مثلا دوت اهو مكتوب سلايدنج دور كيرتن بانل، ماشي. ايه تاني؟ طيب خلينا نجرب واقول اوبن، هيعمل ابجريد لان الفاميلي كانت 2015 وانا فاتح ريفيت 2025. طيب دلوقتي بقى هاجي هنا وادوس تاب لحد ما اختار الجزء اللي هو الواحد دوت اهو، واعمل له بقى امبن، وهاجي هنا واختار اللي هو السلايدنج دور كيرتن بانل، او ظهر معايا بالشكل دوت. طيب عشان اتحكم في شكله في السايز بتاعه لما تيجي هنا مالكش ان انت تغير فيه. ليه؟ هو التحكم بيبقى من خلال ان انا بعمل سيلكت للجزء ده وابدا ان انا احرك اكبر واصغر من هنا. تقدر تكتب الرقم هنا وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تشيل الجزء اللي فوق، تمام، فممكن تيجي هنا من تيجي تعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت، تقول له اد ريموف، تمام، يشيل بالشكل دوت. يبقى انا هعمل سيلكت على الجزء ده بس واقول له اد ريموف، واعمل سيلكت على الجزء اللي فوق يحذفه لي.